أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو الأمير تركي بن خالد، مالك ومؤسس جريدة شمس السعودية. حياك الله. الله حياك. سنبدأ من الجريدة التي أسستها قبل 4 سنوات في عام 2005، وهي أول تقريبا صحيفة في السعودية تصنف على أنها صحيفة تابلويد أو صحيفة إثارة. هل كان تركي بن خالد يطمح لتأسيس أول جريدة بالنسبة له لتكون جريدة إثارة؟ والله كلمة إثارة كلمة يعني تحتمل أكثر من معنى. هي طبعا تابلويد في المقاس، تابلويد في المحتوى، تابلويد في بالتحرير، يعني محررينها بالأسلوب من الشباب ومتحررين من أعباء المدارس التقليدية. اعتبر أنه أنتم متحررين، يعني تصنفون أنفسكم متحررين من ناحية الإخراجية، ومتحررين من ناحية المقاس، ولكن ما متحررين من ناحية من عادات وتقاليد المجتمع السعودي. يعني بس أنكم خرجتوا على عادات الصحافة، مثلا القارئ متعود على الصحيفة اللي بثمانية أعمدة، فطلعتهم مقاس التابلويد اللي هو المقاس القصير. بالضبط، وإعطاء الصورة مساحة كبيرة ويكون فيها غلاف على عكس الجرائد الثانية. وفي نقطة مهمة، أنا أود الجميع يرجع إلى الجرائد ما قبل عام 2005 والآن، الجرائد الأخرى غير شمس، وشوف التغير اللي صاير في إخراج الجرائد. وأعتقد شمس كان لها تأثير في هذا التوجه، بالعناوين وبالإخراج وقصر وطول الأخبار. يعني كل هذه كانت من مدرسة شمس، لأسسها شمس، يعني يمكن مو بطريقة مباشرة ولكن بطريقة غير مباشرة. أنت تعتبر أنكم أنتم أثرتوا في الثقافة الصحفية السعودية؟ أنا أعتقد، والأستاذ الكبير تركي السديري ذكر أن شمس هي صحافة الجيل الثالث. الجيل الثالث، الجيل الثالث في الصحافة السعودية. 3G، يعني third generation. بالضبط.